واحد يقول هل يوجد نص كنسي او ما شابه ذلك ينص على ان يقوم الطرف الطالب بفسخ الخطوبة بترك كل ماله للطرف الاخر؟ لا يترك كل ماله. لا، الشخص اللي هو عايز يفسخ الخطوبة يتنازل عن الشبكة والهدايا الدائمة. فلو كانت الزوجة هي اللي طلبة فسخ الخطوبة يبقى تسيب الشبكة للزوج للخطيب يعني، ولو كان الخطيب يبقى لا يطالبها بها الشبكة، لكن مش كل ماله، كل ماله لا. والهدايا الثابتة، هدايا ثابتة يعني خاتم، حلق، سلسلة، رويشة، هدايا ثابتة، لكن مش جاب لها علبة شوكولاتة يطالبها بردها، دي مش ثابتة. يقول فكيف يترك الشاب ما قدمه من شبكة وهدايا بمبلغ وقدره عندما يكون مواسم خطوبة؟ كون ان هو خطب واحدة وبعدين يفسخ خطبته هيجيب لها كلام وحديث، الناس يقولوا يا ترى وجد فيها عيب ولا حاجة وخلاها يفسخ الخطوبة. فلما يتنازل عن الحاجات دي يبقى درس ليه في مقابل ان هو اتعب نفسية واحدة وهيتعب سمعته.